يعني اليوم خبر جميل استفتحت فيه على الصبح زي ما بقوله، وهو يعني إعلامي كبير وإعلامي مميز والإعلامي الأول في الأردن، يعني مش بس هو أول، برضه صفحته نالت المستوى الأول، كانت أول صفحة على مستوى الأردن، وهي تصدرت صفحة الإعلامي محمد الوكيل كأولى أو أول صفحة على مستوى الأردن قبل أعوام، وتابعت التقدم لتكون الأولى عربياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، وإجا ترتيبها يا جماعة السابعة على مستوى العالم. كذلك حال الصفحة الإخبارية الأسرع نمواً بعد CNN وبي بي سي، وعلى مستوى العالم أيضاً حسب إحصائيات سوشيال بيكرز امتد متابعي صفحة الإعلامي محمد الوكيل لتتجاوز 3,813,000 متابع، تجاوزوا حدود من كل الدول العربية، صارت يعني خلينا نقول اليوم صار هيك شيء غريب عبر المواقع الإعلامية اليوم، وفعلا إحنا كلنا فخر بأنه الإعلامي محمد الوكيل نالت صفحته تكون الأولى على مستوى الأردن وطبعا مستوى الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، وحبينا نبارك له شخصيا على الهواء مباشرة. أبو هيثم يسعد مساك. يا هلا بالعزيز الغالي رندا، يا هلا، كيف الحال؟ يعني أبو هيثم أول مرة بقولهم إحنا، أنا اليوم مش عارفة أحكي قد ما كلنا سعادة على هالإنجاز الرائع، يعني إحنا كلنا متابعين لصفحة الوكيل وللموقع اللي دائما بتنشر كل ما هي الأخبار، كيف شعورك اليوم بهذا الوضع؟ أول شيء قبل شعوري خلنا أقول لك شعوري إني قاعد بسمع صوتك المساء، رغم إني بسمع كل يوم يعني على الراديو بس بسمع على الهواء مباشرة، يعني أنا مبسوط جدا سعيد جدا إني أمسي عليك بالخير يا رندا، أنت وكل محبينك اللي بتابعوا برنامجك وأنا واحد منهم، أنت عارف الله يخليك يعني الله يخليك على الهواء بنحكي، بس أنا واحد منهم. تسلم تسلم يا أبو هيثم، شرف إلي طبعا إعلامي مثلك يكون عم بيسمع برنامجنا. يعني إحنا عم نحكي عن صفحة مليونية أبو هيثم، ما شاء الله يعني قريب 4 مليون عم نحكي متابع، فكيف كان شعورك لما هيك اليوم سمعت هذا الخبر ولما قرأت هذا الخبر؟ يعني هاي إحصائيات من سوشيال بيكرز، إحنا ما عم نحكي بس على مستوى الأردن، عم نحكي السابعة على مستوى العالم ما شاء الله. يعني هو أختي رندا أنت بتعرفي دائما بنقول إحنا الفضل لله سبحانه وتعالى يعني، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأيضا كمان في شغلة كثير مهمة أنت بتحس فيها كرندا كراتشة، محبة الناس إشي عظيم. صح. محبة الناس هذا إشي عظيم لما إحنا نحس فيه ونشعر فيه، ما بدنا أكثر من هيك يعني، ما بضل فيه أكثر من هيك. وإحنا يعني قبل لا أحكي عن الصفحة أي مجهود ما نحكي عنه وتفضلت أنت حكيتي فيه كمان، يعني كله بسبب ثقة الناس محبة الناس فينا، يعني هاي معروف في شبكة تواصل اجتماعي كما يعني تواصل الناس معنا هو اللي كبرنا، وثقة الناس فينا هي اللي علتنا، وهذا كله طبعا أكيد يعني الشكر أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى، بعدين لمحبينا ومتابعينا. واللي تفضلت فيه صحيح، يعني احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما كانت صفحتنا الأولى عربيا وبعدين صارت الأولى على مستوى الشرق الأوسط جنوب أفريقيا وبعدين تحتل مرتبة سابعة على مستوى العالم، يعني هذا شيء كثير كبير، وتعتبر هي الأسرع نمو بعد البي بي سي والسي ان ان، وكلها زي ما تفضلت يعني إحصائيات رسمية موثقة بالوثائق عبر موقع سوشيال بيكرز، يمكن تحكيتي بالإنجليزي مضبوط راح حكيت هيك ولا لا؟ صح لا يعني يعني انت كمان يعني اللي بدي أكد عليه رندا انه بفضل الله سبحانه وتعالى انا بعتبر يعني بسميها مجموعة الوكيل اللي هي برنامج الوكيل على الراديو هلا، كمان هو هذا له دور ضخم جدا في عملنا طبعا. وموقع الوكيل الإخباري وصفحة محمد الوكيل، يعني هي مجموعة الوكيل اللي قدرنا احنا بفضل الله ان نصل لهاي المراحل، وهذا يعتبر شيء كثير مميز مش بس لمحمد الوكيل او لبرنامج الوكيل او بس لراديو هلا، للأردن احنا يعني انه نصنف كشبكة تواصل اجتماعي السابعة على مستوى العالم، يعني هناك اهتمام كبير بهالصفحة حتى يعرفوا يعني طبعا هالشيء الكبير اللي صار، يعني طبعا سبب زي ما تفضلتي سبب تواصل الناس معنا، ملاذ كل من يملك ملاحظة أو أي مناشدة بالأردن، بيجينا يوميا رد حوالي 15,000 إلى 20,000 رسالة على الخاص، تخيلي. تمام تمام، يعني أنا شوف اللي بدي أحكي لك يا أبو هيثم، يعني فعلا أنا كمان بدي أأكد على نقطة مهمة، يعني أول ما بلشنا المشوار براديو هلا جملة واحدة حكيت لي إياها، قلت لي موقع الوكيل الإخباري هاي صفحتكم مش بس صفحة برنامج الوكيل ولإلكم، وإحنا بدنا نشكرهم على الدعم
المستمر أيضا لبرنامج يا هلا اللي على طول يعني كل ما يصير موقف كل ما يصير إشي بتلاقي الشباب يعني الله يعطيهم العافية هيثم وليث وكل الشباب العاملين بموقع الوكيل على طول معانا يعني. فهذا إذا بدل على إشي أبو هيثم يعني إحنا مش بس عم نحكي عن إعلامي مميز, إحنا عم نحكي عن فريق عمل وكادر عمل عم بيشتغل للوكيل لوصلوا لهذا الموقع. يعني ما شاء الله عليك أبو هيثم, يعني إحنا شهادتي مجروحة فيك يعني أنت بتعرف معستك عندنا جميعا. تسمحي لي يعني كمان تصديق للكلام اللي تفضلتي فيه, يعني أي متصفح لموقع الوكيل بفتح الآن بلاقي الخبر الأول الرئيسي على موقع الوكيل الإخباري لقاء حضرتك ببرنامجك مع وزير التربية والتعليم, حكيتي في موضوع في غاية الأهمية, هذا بهمنا التواصل, هذا بهمنا من خلال عملنا. أنا بعتبر كله يعني نجاحنا مشترك يا رندا كلنا, وانت تعرفي قبل شوي كمان محبينك يعني بحبوا عفويتك, خلنا نكون عفو شوي, قبل شوي بهدلت محمد العشي قلت اسمع يعني كل الأخبار كل أخبار راديو أنا بتنزل على موقع الوكيل حصري بعدين الناس بتشيرها من عنا لأن احنا مجموعة واحدة. صح 100% طبعا طبعا. بس يعني لا يعني بس اللي احكي لك يا ابو هيثم فعلا هذا انجاز رائع واحنا فخورين طبعا, واحنا بالنهايه يعني احنا باذاعه القوات المسلحه وعم نخدم اسم البلد وهذا فعلا شيء يعني بيرفع الراس يكون عندنا اعلامي مميز مثلك وقدر يحمل اسم الاردن ايضا للعالميه خلينا نحكي بين هالمواقع. فهنيئا لك وهنيئا لراديو هلا وهنيئا للاردن باعلامي مثلك, احنا بنفتخر فيه بنرفع راسنا فيه. وكل مكان انا بسمع يعني كل ما أسمعك الصبح أبو هيثم أكتر إشي بسمعه بيحكوا الناس بيقولوا لك يعني يا أبو هيثم إحنا مش قادرين نوصل لحدا بدنا نوصلك يعني من الضغط ما شاء الله إنه لا إنه إن الناس حاطين أمالهم ببرنامج الوكيل ويعني وإحنا عارفين العبء الكبير اللي على برنامج الوكيل. فيعطيكم ألف ألف عافية وفعلا يعني ألف مبروك لإلك فعلا. الله يسلمك يا رندا, وأنا اللي يعني اللي بدي أحكيه بالنهاية إنه هذا النجاح مشترك لنا كلنا, وأنا شرف كبير إلي إني بين فريق متكامل أسرة واحدة, إحنا كلنا في راديو هلا في كافة برامجنا, وأنت أختي العزيزة اللي أنا أنت عارف إيش بحبك وبحب دائما المزيد من النجاح لك يا رب. الله يخليك الله يخليك. الإعلامي الأول في الأردن محمد الوكيل شكرا جزيلا لإلك. قبل الإعلامي الأول بالأردن ومش عارف إيش أول شيء, أنا بحكي لزميلاتي من الطوائف المسيحية كلهم بالإذاعة واللي بلاقيهم بقول لهم بالانجليزي ميري كريسماس اند هابي نيو يير, شو ظل ايش بالانجليزي كمان بس بس عشان خلص وهابي بيرث دي عيد ميلادي بواحد واحد كمان بقولها ازيد عليك كل عام وانتم بخير يا رندا, وهي فرصه من خلال برنامجك كل اخواننا الطوائف المسيحيه اقول لهم كل عام وانتم بالف خير دائما ان شاء الله. الله يخليك. تسلم الاعلامي محمد الوكيل شكرا جزيلا لوقتك والف الف مبروك لك مره اخرى. الله يبارك فيك وتحيه لكل زملائنا فريق العمل اللي معك سلمين عليهم. الله يسلمك. وصل وصل تحياتنا لك كل الاحترام. هلا يا رندا. هلا بسم الله توكلنا على الله. بس ابو هيثم بعرف قد ايه بحب الجنجل تاعت برنامجه. ها يا هلا فيكم يا ميت هلا هنا راديو هلا برنامج الوكيل صوت الوطن والناس برنامج الوكيل لكل الناس برنامج الوكيل قضايا وحدود مواطن أو مسؤول معكم عادل